ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يا الله يا الله شف فينا رسول الله، يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا كريم يا الله يا حليم يا الله يا تواب يا الله يا وهاب يا الله يا خبير يا الله يا قدير يا الله يا رشيد يا الله يا حميد يا الله يا مجيد يا الله يا الله يا الله شف فينا رسول الله يا صاحب اللطف الخفي بك نستجير ونكتفي يا صاحب اللطف الخفي بك نستجير ونكتفي لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله شفيع المذنبين يا الله يا الله شف فينا رسول الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك اللهم إنا نسألك السلامة اللهم إنا نسألك العافية اللهم إنا نسألك الشفاء اللهم أرنا الحق حقا
وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا قاضي الحاجات يا مسبب الاسباب يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا شافي الامراض يا دافي البليات اللهم أنت إلهنا اللهم أنت خالقنا اللهم أنت مالكنا معبودنا ومقصودنا يا الله يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا اللهم لنا حاجات ولإخواننا حاجات ولآبائنا وأمهاتنا حاجات ولشيوخنا ولتلامذتنا حاجات اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا اقض حاجاتنا اقض حاجاتنا اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا اشف مرضانا اللهم لا شفاء الا شفاؤك اللهم نعتقد بهذا الحديث اللهم نعتقد بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا شفاء الا شفاؤك اللهم لا شفاء إلا شفاؤك اللهم لا شفاء إلا شفاؤك اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا اشف الأمة المسلمة اشف الأمة المرحومة اللهم اشف أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اشف أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم اشف أمة رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم يا قاضي الحاجات يا دافي البليات يا حل المشكلات نحن عبادك يا الله نحن عبادك يا الله نحن عبادك يا الله نحن من أمة حبيبك يا الله اللهم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أصل أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اشف أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنت رجاؤنا اللهم أنت إلهنا اللهم أنت معبودنا اللهم أنت مقصودنا يا إلهنا يا خالقنا يا الله تقبل دعانا بحرمة سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الشفاء اللهم إنا نسألك الشفاء لأوائلنا اللهم إنا نسألك الشفاء للأمة المسلمة كلها اللهم إنا نسألك الشفاء للبلاد الإسلامية اللهم إنا نسألك الشفاء للشعب الباكستاني اللهم إنا نسألك الشفاء
لكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، واحفظنا بالإسلام مسلين، واحفظنا بالإسلام صائمين، واحفظنا بالإسلام مدرسين، واحفظنا بالإسلام متعلمين، واحفظنا بالإسلام مبلغين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قائدين، واحفظنا بالإسلام راكبين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. يا حل المشكلات، يا حل المشكلات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا شافي الأمراض، اشفنا يا الله بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اشفنا يا الله بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك، اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بوسيلة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يا محمد يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشفع لنا، اشفع لنا، اشفع لنا في حضور الله. اللهم فشفه فينا، اللهم فشفه فينا، اللهم فشفه فينا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك، اللهم إنا نعوذ بك من عقابك، اللهم إنا نعوذ بك من عتابك، ونحتاج إلى ثوابك. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا ستار يا غفار، يا رحيم يا عليم، يا قدير يا خبير، تقبل دعانا في ليلة المعراج، تقبل دعانا في ليلة المعراج. نحن نرجو منك، نحن نسألك يا الله في هذه الليلة الشفاء بجاه حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين.